بين الطوسي رشيد الطوسي مع ابنه اسماعيل شهد. السلام عليكم، انا اسماعيل الطوسي ابن سي رشيد الطوسي. مبروك عليكم هذا الفوز و مبروك عليكم هذا الفوز. بغينا نعرفوا كيفاش كان الماتش ديالكم. شوف اسماعيل، قول لي، نقول لك واحد القضيه. كاع النصائح اللي عطيتيني تعلمتهم منك، خديت شي حويجات والله صدقني. بعض الاحيان الاب كيقدر يتعامل مع وليداتو، ما تعرفهم، ما عاودينش مبارين ومثقفين، وانا كنفتخر به لانه التحليل ديالو تحليل دقيق كرة القدم. سي ان تري بون جوور، الى في ليكول دو فيس ديال الفتح. انا قلت ليه تبع الدراسة احسن ليك، وتبعها ولعب تاب ليكيب برو. كانوا غادي ليكيب بريمير فيس، فيس سي لا ميور ايكيب تقريبا، ان تري بون اكاديمي. ولكن في التحليل ديالو من ناحية ديال الكرة يكوني بوكو دو شوز. انا مفتخر بزاف بزاف بالاب ديالي، الله يخليه لينا، الله يخليه لينا. صورة جميلة سي. ما شاء الله ما شاء الله، سافي فريمون بليزير. تال باب تال فيس. كي تشوف الأب تعرف ولاده، كاين اللي تشوف الأب ميكرو ميكرو. غير ما تروح تسقسي واش هما ولاده، غير ما تسقسي كاع روح شوفهم. هذا ما شاء الله يعطي لك صورة تاع التربية وخلاق. ليماج اللي باس باباه سي مانيفيك. قال لك اللاعب، قال لك أنا قلت له لازم تقرا، قال لك تبع الدراسة، رغم أنه تكون في فريق الفتح. هو فريق مكون. هذا شكر هذا دون لو بون سونس، مي ليماج تاع اللي باباه فيير دو سون بير وباسو من راسو. قول له ما شاء الله عليك يا سي طوسي، والحمد لله في الجزائر كاين رجال اللي يربي ولادهم هكذا، وكاين اللي ميكرو بالغرب ناض هكذا. محمد داوي يضحك. محمد، صوره جميله جدا للابن اسماعيل. انت كجوار كتشوف زغبه مورك في البيت، ديجا تلعب لا كونفيونس، يعطيك كونفيونس هذيك زايده. الحمد لله يا ربي، وان شاء الله نتمنوا له الفريق الوطني، مام هو راه حاب يلتحق بالفريق الوطني، ان شاء الله نتمنوا له الفريق الوطني. هما هذه كلمه بك، هما بريزيدون حمار نحييه، ودار افير كي راح جاب طوسي، وما جابش واحد اللي يجيو من هذوك. جاب طوسي، سي ان اكسيلون ترينور. لا كنت انا ملي كان في بروجيت كنت تكلم عليه، قلت هو اللي يعاود. نو نو نو، إلي تري بون. هذاك مدرب تاع الصح اللي يقدر يجيب اضافه. ان شاء الله زيد، ان شاء الله تديها هذه. قالت وكلمه على زغبه.